بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله ودرسينتي كتاب كاني براء بقول حديث وحام سوق عدمي شنتي حديث اي اغوري وحان درسي انا كبلا بينا بذن الله تبارك جل وعلا حديث كالحاد وحان سربا انا حسوسيو ولا لها مسلمين تا كتاب كان وحان اغرينا سي ادو كوبا وشيددونا هو يوين كقريو هو ضفرية يا معلمين تا دونية احاديث كو كوبا او معنى كوبا له انا المها بران سي اي اوغفا اذا استان تلقلك اوغوين وامدك بذن الله تبارك جل وعلا درسي جيه وروحان نسوق هذا ميشان حديث ان شاء الله تعالى شان حديث بانو اغرينا سيو سوقت وديران نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شعيل كيس وحاكم اذا انا انبرنا احاديث يسا عليه الصلاة والسلام اما درسي جيه ما انتم وكب الابن يا حديث كالحاد وأنا درسي لبعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحليه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان بش رمضان قف كاستاغة بمعنى تراويح ذات كذا سوى نرسن عبادة استه إيمانا أصغو رميسا واجب لماذا بش رمضان واجب لماذا عبادة أولا إيمانا يو أصغو كوكا يهي سومد أي كوكا تهي واحتسابا أصغو هدرنا إلهي أكدي ساكك أجر طلبيا عبادة وسمين يو أصغو إلهي أكدي ساكك أجر طلبيا احتساب سمين يا وعبادة أولا إيمان يو آمين سن إن أجر لك السين يو خوفك الله بدا أرمض اسكو درس هذا بش رمضان بو الصومي قام رمضان انتو صومي بو هدنا وحول الله ما ذي عبادات كي نبي محمد سمين شري صلى الله عليه وسلم اين الافري إيه قيمنا اي واجب كتاي قيمنا اي سنن تتاي سنة تاي ايمان الاسوء وقفك الرميسا واجب لماذا بش رمضان ايمانا اسوء الرميسا نبي قوحي كسبنا ذي صلى الله عليه وآله وسلم واحتسابا أصغو هدنا عبادة أوسمين يو إلهي أرتي سكا أجر طلبيا أو إنو أجر كهلي آمسا غفر له ما تقدم من ذنبه وحقفك الله دافا ذنوبتي أوهر مرصدي وحي ذنبي أها أوهري أوغري أي إلهي كتر ترى أو إلهي أدافا تبارك وتعالى هذا حديث كان حديث قيمة بضن وحون حسوسين يا بش رمضان والباب ك نوصو هيسا كابي نوصو أيو حديث كان حسوسين يا إن بش رمضان أن كفى إلي سنه من قام رمضان إيا إن بش رمضان نصونه سنوين كي نبي السمين شرينا أن السمين صلى الله عليه وسلم أنه إيمان هان عقيدة هان آميسا وجون ماذا بش رمضان هدنا أعماش أن الله إيمانينا مدى واجب كأ إيا مدى السنة الله بضبنا أن إلهي أرتي سكا أجر طلبينا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك وحي ذنوبه أهري أقليب إلهي كتر ترى تبارك وتعالى ذنوبتا وصغائرتا إيا ذنوبتا يرير أما ذنوب تواوين كبائر تئه وحي أباها انتهي توبة كان مع الشروط هذا
إلى شروط هذا التي ماضه قفك مركو توبة كينا يو دنبقي او هرت فرها كلتشري هرت وإنو سيدا يو أن يقلع سيدوك وإنو كش الله يتوضو أو فرت نحن كقنينو أو يرى ذا محاكو جيي مدى صدحادنا وإنو قوان صدو إنو سنمر صدحاد مركلا أنو قنينين صدح لا شرطي وهديو دنبقو يهي مد أذيقي الله إذن كرده هيا أما هدي أذيقي بين آدم إذن كرده هيا صدح لا وحال لا سعودا بين آدم كيا وحاد كجا شيء هدو حولاها إلى ذو عريسو هدي او حن إيو عرب كاقو او قارينا إناد كحلال طلب توض حلال ويديستو إنو كعفيو وإلا ذنوب تواوين وحيوبا هنتا يتوبت كين حديث كتضبعات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه حديث البخاري مسلم بسوري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحول ليه أبو هريرة أصدق النبي محمد وقور إليه صلى الله عليه وسلم وحولي العمرة إلى العمرة عمر أتصو عمريستي إلى لقاقار إلى العمرة عمر ذي ذكالي وصندك كلاء كفارة وحي ترتريسا لما بينهما وحي أدحي اللبضوضا وحي دم بأهد قشيبا إلهي كانت ترتريا الله أكبر إلهي نتشعر تبارك وتعال إلهي وودود ورحيم إلهي أدومدي سويس تعليسية إلهي أدومدي سوحو أفذية وحياب بضن أما الطرق يودوي بضن وإلهي أدم بذلك يترتر سأي جنة قلان ألا إلهي نجعل إلهي ونجعله تبارك جل وعلا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لبا عمرة أو عمرة إلى عمرة ذلك الأذكى قاري سواء سنة كسنة كيسك مثلا وكفارة لما بينهما أما قفك دي سنة كنت أسو تشرب عمرة سنكرا لبا عمرة أو كست إنت أود حيسا ودن بيهود قشا إلهي باكا ترتري أوحي صغائر إن شاء الله كما إرتسان سوشيني وحي أباهنتاي التوبة كين بي أباهنتاي أما وابلغا إلال سندك مركا سو عمريستو إنت أتكا قاريس سندك كلا إلهي باكا إلالين أي تبارك وتعالى إلى ذنوب وين أتكو لعضو تاسوا عمرضا والحج المبرور حجك اللقو بارني مفلي بمعنى حج المقبول حجك الله أقبلي بمعنى حجك لإلاليي حدوديسي حجك اللو حجيي سيدو نبيه يريئو حجية صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قابك ذو حجيي سان أنيقا إذا قاطع لقى بالله ميلاه لقى سو حرمضو مواقيت اللو يقان لقى سو بالله لقى إماضو كعبضا يا قابك اللو طوافيو يا ماشي لقى بالله بيو لغو حجيسي سعيجي إيو إنت ودح يسوء بمعنى الصلاة خلف مقام إبراهيم أما مسايد كماشد كليتو كان كرتبة سيدا علمادو أي لهدين بيها زمزمك إيو قورتا وقتك سيدا اللو عبايا إيو وحل نييسان وحي حاجك الله حنينة أو النبي محمد سمي صلى الله عليه وسلم وحي واجبة إيو وحا سناء إنتبه سعيك بين الصفا والمروة أذكارت إيا دعوينك الله أغريسان أيو مال إنت سيديدادو يوم التروية من وحا لقا قبان أيو همال إنت طبنات عرفت الله وحا لقا قبان أيو همينك قابك مزدلفة الله سيحاني وحا لقا قبان أيو مال إنت طبنات من أمرك الله وصول الله أيو أعماش وين إلا قبان أيو كل ذلك الحج المبرور
ليس له جزاء إلا الجنة. إخلاص كاكو كأهدي إن الإلهي درتي وحجي يسو إن السنة النبي قال راعيسو صلى الله عليه وسلم الحج المبرور بلغو مقعابا حج كلا لغو بارني مفلي بمعنى الحج المقبول عند الله حج كإلهي أرتي صلى الله أقبل أيو ليس له جزاء حج كاسي لغو وناقا فلي إيه لغو بارني مفلي إحدودي سل إلى لي ليس له جزاء أبال كلام مرها قفك إلا الجنة وحن جناه لغو ما أبال مرمي نبي جنة صلى الله عليه وسلم حديث كلوامتك كلها قفك انتو حجيو فلم يرفث ولم يفسق أن إن بوح مارا كدعن أو أن كحد قدبين يا رجعك يومي ولدت أمه وحو حاجة كسو الله تعالى أسألو دمبي كا سيدي مالتي هو يدي أي شيء أوكالي إذن حاجك قيمها سوليها دي سوى ذاكس اللو حاجيو حاجك إيا عمرة الله بضبا وواجب صومة وأتم الحج والعمرة برب الله تبارك وتعالى عمر قاقة هالمر بيواجب كوونا غنيان العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما حديث كسديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاوب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع أو فليرده ما استطاع. التثاوب هلا غيظ أما هم همسو قفك مركوا ثالثه من الشيطان أصل كيدو شيطانك حقي سيك أهاتا هل عاجس باكينية التثاوب من الشيطان. طيب تاسوا عذرك الله وشالي كل داء له دواء عذر والبسو داوى ماله نعم هذا عذر كيف الله وشالي هذا تقفها لغيونا يوها هام سنية رهية وحاويا أرن كاسي فعل كاسي هرت وحكسف لا من الشيطان هذا بدا وذي قبصو عذر والبسو داوى ماله هذا بدا وذي قبصو أرن كهدوك قبصو محادث كدا وين ومحاد سمين ويدينتني إلهي وحبنا وقامتين ما فرطنا في الكتاب من شيء كتابك يسرنا وح والبوي عدايين ليلها كالنهارها يعني هبين كذي ما لنتهدوا وإسكمت شريعة الأركيسان والشريعة الغراء شريعة عدب إلهي نسية تبارك وتعالى هذا فإذا تثاءب أحدكم هذا قف إذن كذن كمذا هراقي وضع مهام سدو فليرده ما استطاع إن الله إنتو دونو أودي سؤيدا تها عليا ببسين ها علي محايا لي حديث كلي الرواية كلي وحو نبي نولي عليه الصلاة والسلام هدو قفكين هاده شيطان كأياي أفكا كجلي مركاسو كليها فريسانيا مركاسو كليها كقد قدينيا مركاز دار كيسا قف مرول با قفك او مركز تقصر يو قا 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 اما وعله ايا المركة اركيسا قفرس الشيطان كسيلا اللو رد قال لما يو ايا شريعة اسلام كو قابك اي عذر والبا اي داوديس اي ناسيس حديثك اذاتاس اي نبريا وانا نبرنا برنانا اولادنا اي عرورتنا خيرهنا اي حاسسكنا قرابي يا قويس يا درس وإن لبرو آدابتني ويا نبي محمد بان بري صلى الله عليه وسلم وعذرك إذا قف من توها مسلا يا قاقنا يا أف لبذي سأقول متى أنا أوكرا قاضي يا أفك أياد أركيسا أرنت أسي النبي محمد وأنودي دي صلى الله عليه وسلم التثاوب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع إن الله إنتو أودي سهع اليوم وهي الرواية كلانو الشيخنة ودايسة أدو قفكين هاوي لادو شيطان كأيا قلية. أما حديث كسقالات عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر أو كالصائم لا يفطر متفق عليه حديث كان بخاري يوم مسلم أياوري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي قال وحولي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين الساعي متك أتاقن عاونيا قرقاريا كشقينيا على الأرملة هوين إذا أنك لهين هوين إذا لقد انتي أما هوين إذا لفري على الأرملة هوين إذا أنك لهين قفك أو استاقة أو قعنقبتة أو عاوية إيا والمسكين قفك أن وحبه سنين إيا مسكينك حق أجرك إيا ثوابك إيا حسناتك إلهي أبتيس اللوغ قرياي كالمجاهد في سبيل الله وحوقفك سهليا سذن مجاهدة أو عدو قالده هرتاغن أو الرباط في سبيل الله كجرة أو نفتي سي حولي سبحيي أج إلهي لإعلاء كلمة الله إلي كلمة إلهي كرن قطنة أدقى لمايا إيا إنو دينة إلهي الدفاعو راية إيا عالك إسلام كنا كرنغضو كلمة لا إله إلا الله أي نغط هي العليا وكلمة الله العليا كلمة كفر جنا أي هاس نقطه قف كنوع أدقى لمايا إخلاصنا قلب جيس وكبوحه إلهي الرالي قلين تيسان الساء ويالي أمر قاد شر ربنا سلا أسمين أجر كاللو قري مثل أقبال لو قري الله أكبر دين تأنا أفير صلى ودين التعاون ودين الرحمة حلقية بمركة الحديثة كو أقرضو دائر تأني يدلن يردنا مالهم كو قري اللي قد دعيي مسلمين توادد أضغ أو قلفسن أو نسل حريسن أما أنك واكا سوشال كي وحبو عاوينيا كان وحبا الله تريا وحو دريما يا دينة إسلام كي يمعاني ذيلا إيا أيقو دينة إسلام كإني قيب بضن كقاتين أما مسلمين تي إن بضن أو كمدا إن لقفوغ يا دينة إسلام كا وليبا عل إيا عدو اللوغة ديجي وليبا لقفوغ يا نعوذ بالله الساعي على الأرملة والمسكيني كالمجاهد في سبيل الله راويق وحولي هاي وأحسبه وليبا وحان أم لينا يا انت كلامه قال إنو يلي وكالقائم الذي لا يفطر وليبا حق أجرك حسناتك اللو قريو مجاهدك بس ما إها وكالقائم أما كاسبو يلي أما كالصوص عدو يلي أما اللبضبا وكالقائم وحول لأجر يهي القائم متاقا أو صلاة الليل أتاقا أو استهجد أتاقا الذي لا يفطر كاس دالين كورن قف نولشي سؤلن تاقا أو مر الركوع سن مر سجود سن أجر كاللو قري يمد لأقبال لو قري الساعي على الأرملة والمسكين قف كأتاقا عاونت مسكينك إيا فقيرك وحول أجرك اللو قري وحول من يهي القائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر مد صلاة أتالا أو أندالين كلام يا وكالصائم الذي لا يفطر إيا نين صوما قف مالين تعدن صوما أو أن أفورين سبحانك يا رب مروا حريك المجاهد في سبيل الله هدنا القائم الذي لا يفطر وقفت أغن أندالين وكالصائم الذي لا يفطر إيا ميت صوما وهدنا أن أفورين أجرك أوكهلي أجرك أي كوى هليان كوى الله مدأة أيا الله سينا يا أي نبي قليه
صلى الله عليه وسلم. أما حديثك أقود بي ما أنت درسي إن الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. حديث البخاري ومسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم مقفك مسلم كأكو مرعه أو ما أصيبه من نصب دال وحدون تكو دال وحد معصيهين معصي لك مالي قفك مسلم كأكو مرعه دال ولا وصب حنون ولا هم ولول ولا حزن مرق ولا أذى لب ولا غم أيضا ولول والبهار وألفاظ متقاربة وكلمات متغيرة يسكون دوي هم ولا حزن وحل صور نافي إيا وحشوغة إيا وحصو صعدي أقيبيا صدح راسي أقيبيا يعني هم قفك مرع الدال ولا وصب حنون ولا هم مرك ولا حزن ولول ولا أذى لب ولا غم مستقبل كما كما فكره والبهار يولول حتى الشوكة قضح الله كده يشاكها أسقو اسكم مديو في رقفة انت قضح مدو قفة انت قضح مدو أيو انت قضح كلا سوقاته أيو دون إنه اسكبحيو مركو اسكبحينا يا قضح ذنك له حنونك ودريم يبا الله كده إلا كفر الله بها إلهي تبارك وتعالى وحوك قترترا بها سببت إذا حنونك أما دالك أما ولولك إيا والبهارك ومستقبلك إيسا كفي كيريو وإحلا صعدنا في كفي كيريو وإحصو صعد كفي كيريو صعد كفي كيريو حنون يرؤو قبته إلا كفر الله بها من خطايا إلهي بأدن بيذي سؤرنا كقترترا أيو نبي إلهي صلى الله عليه وآله وسلم إلهي ساس النوش عليهي إلهي وودود إلهي تبارك وتعالى دنبيه أنه وحي لغرنا في لها أورنا أي نوشيغي إذن إنا كصبره أو كدو القادم حنونك النغو إيمانيا والبهاركي والولك النغو إيمانيا إنت أيام كسو قبقبين يا بإذن الله درسي إن الله بعد إنت أنك أكل من درسي صدحات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.